الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجين. في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، ونحن في أجواء شهر الله الكريم وفي ضيافة الله تعالى، أود أن أبين عوامل تقدم المجتمعات في ثقافة القرآن الكريم وعوامل انحطاط المجتمعات. أيها الأحبة، من أهم العوامل المؤثرة في تقدم المجتمعات أو انحطاط المجتمعات العلم، عامل العلم والجهل. لما أقول من أهم عوامل تقدم المجتمعات أو انحطاط المجتمعات العلم والجهل، العلم كرفعة والجهل كانحطاط، المفروض آبائنا وأمهاتنا يأخذون الرسالة على محمل الجد مو الروتين، ما قاعد نضيع وقت إحنا وياكم، فيعني يشجعون أبنائهم في الدخول إلى الدراسة والاستمرار بالدراسة والحصول على أرقى الشهادات، وإلا مجتمعنا ما يتقدم. خلنا نبقى نشتم ونسب ونتكلم، ما راح يتقدم، هذا مو طريقة تقدم مجتمع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالرفعة بالإيمان والعلم، تردون رفعة للمجتمع إيمان وعلم، بعكسها انحطاط وتراجع ونزول وهبوط. لوط عليه السلام لما قومه كان عندهم شذوذ جنسي وإلى آخره، قال قوم تجهلون، سبب هذا الشذوذ الجنسي اللي عندكم هو الجهل. يعني الانحراف العقدي سببه الجهل، الانحراف الأخلاقي سببه الجهل. هذا العامل الأول، احفظوه يا آباءنا يا أمهاتنا، طبقوه، اهتموا به، مو بس سمعوه. خلوا أولادكم بالمدارس، نريد أرقى الشهادات، لا يطلعون أبنائكم من المدارس. هذا واحد. اثنين، بالعدل والظلم، ليقوم الناس بالقسط. الله يقول جل وعلا في آية من آياته أنه أرسلنا رسولنا، أرسلنا الأنبياء الأئمة من بعد الأنبياء ليقوم الناس بالقسط. أصلا سبب بعثة الأنبياء لأجل إقامة العدل، بالعدل إقامة السماوات والأرض، ليقوم الناس بالقسط. فإذا أكو عدالة بالمجتمع، طبعا العدالة مو بس على مستوى الحاكم والمحكوم والحاكم والرعية، العدالة على مستوى بيتك، والعدالة على مستوى الشارع، والعدالة على مستوى، نعم العدالة تبدأ من البيت، العدالة مع الزوجة، العدالة مع الأولاد، إلى أن تصل إلى الحاكم والمحكوم. هذا كل عدل أيها الإخوة، العدالة بالقضاء، العدالة وهكذا. يعني هذا مفهوم أو عنوان العدل رحمه يتسع لعلوم كثيرة ولمجالات، بتعبير أدق لمجالات كثيرة. إن فرعون علا في الأرض، يستضعف طائفة في آية أخرى، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا ظلم، يتراجع المجتمع. أما بالأنبياء ليقوم الناس بالقسط، يتقدم المجتمع. بالعلم والجهل، بالعدل والظلم، احفظوها طبقوها حتى نتقدم إن شاء الله. أيضا بالوحدة والتفرقة، اعتصموا بحبل الله لا تفرقوا، القرآن يقول إلى آخره. الوحدة تسبب تقدم، التشتت والاختلاف يسبب تراجع. الأمر الأخير، الفسق والفجور يسبب تخلف للمجتمع، في المقابل التقوى والإيمان يسبب تقدم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء كما يقول القرآن الكريم. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدم المجتمع، وترك ذلك يؤخر المجتمع. الله يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الصلاح، بمحمد وآله الطاهرين وبحق هذه الليالي الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.